أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم
أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون لم تكفرون بآيات الله بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Sadaqallahu al-Azim. Tomorrow, inshallah, we will learn the next verses 71, 2, 3, and 4. Inshallah. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.